بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم أعزائي الطلبة، ونبدأ معكم الدرس التاسع لبوادر النهضة العربية الحديثة لتاريخ العرب الحديث والمعاصر 1213. دعونا الآن نتناول أهداف درسنا اليوم. أن يتعرف الطالب مفهوم النهضة، أن يبين الطالب جذور النهضة العربية الحديثة، وأن يوضح أيضاً ملامح النهضة العربية، وأن يقارن بين التيارات السياسية التي برزت إثر قيام النهضة العربية. وهنا نجد مرادف النهضة العربية. لمفهوم النهضة العربية عدة مرادفات، ومنها اليقظة، الترقي، التقدم، والتطور. وهنا سنجد المصطلح لمفهوم النهضة، وهو التحول الشامل في أوضاع المجتمع بواسطة إنتاج المعارف والمهارات التي تمكنه من تعبئة طاقاته البشرية والفكرية والمادية من أجل تحسين ظروف العيش وضمان الاستقرار والأمن والازدهار في مختلف جوانب الحياة. سنستعرض الآن جذور النهضة العربية الحديثة. نبدأ بالحركة الإصلاحية السلفية. الحركة الإصلاحية السلفية كان هدفها إعادة بناء المجتمع الإسلامي بالرجوع إلى السلف الصالح، وهو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. ومن أهم مبادئ الحركات الإصلاحية السلفية وهي فتح باب الاجتهاد في ضوء ما ورد في القرآن والسنة، أيضاً تنقية الدين مما علق به من شوائب وبدع، واعتبار القرآن والسنة مصدر الشريعة الإسلامية ورفض كل القوانين الأخرى، بالإضافة إلى رفض الاقتداء بالدول الغربية والاقتباس عنها. النشاط الأول، سنستعرض معاً أبرز الحركات الإصلاحية السلفية، وهنا نضع اسم الدعوة والمنطقة. الإجابة اسم الدعوة والمنطقة، دعوة محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية، الدعوة السنوسية في شمال أفريقيا، دعوة المهدي في السودان، دعوة الإمام الشوكاني في اليمن. والآن نبدأ في الملمح الثاني لجذور النهضة العربية، وهي الحملة الفرنسية على مصر والشام عام 1798 إلى 1801. أثرت الحملة الفرنسية في المشرق العربي في عدة مجالات، وهي الإدارة، الحكم، الأداب، العلوم. الحملة الفرنسية التي قادها نابليون بونابرت نبهت الحملة الفرنسية العرب على مدى ما وصلت إليه الحضارة الأوروبية من تقدم علمي وصناعي، وجعلتهم يتطلعون في الأخذ بالأسباب هذه الحضارة والأساليب الحضارية الملائمة لحاجات العصر ومتطلباته في عدة ميادين، منها العسكرية والسياسية. الحركات الإصلاحية التحديثية، أسباب نمو هذه الحركات خلال القرن التاسع عشر: تفاقم التسرب الأوروبي وتكاثر عدد من الأوروبيين في بعض الدول العربية، بالإضافة إلى تدفق الأموال والمصنوعات والأفكار الأوروبية، أدى إلى شعور الأقطار العربية بالخوف على استقلالها، فواجهت التحدي الأوروبي بالتحديث. وهنا نجد أهم من تأثر بهذه الحركات الإصلاحية، وهي إصلاحات محمد علي وإصلاحات أحمد باي. إصلاحات محمد علي كانت في مصر عام 1805 إلى 1849، وكانت إصلاحات أحمد باي في تونس عام 1837 إلى 1855. انبهر كلاهما في هذه الحضارة بالجانب المادي والحضارة الأوروبية بشكل عام، ف
فحاول الاقتداء بالإنجازات الأوروبية في عدة ميادين، ومنها التعليم وتنظيم الإدارة والتقنية والصناعات، رغبة منهما في التصدي للأطماع الغربية. لذا يعتبرهما العديد من المفكرين من الرواد التيار الوطني. وهنا نجد أهم العناصر التي ساهمت في النهضة العربية، وهي الطباعة والصحافة والترجمة والتعليم. الطباعة: للطباعة دور هام في النهضة العربية، وهي تطور الحياة الفكرية والثقافية، بالإضافة إلى التعرف على التراث العربي والاطلاع على نتاج الأمم المتقدمة. والجدير بالذكر أن أول مطبعة في الوطن العربي تم تأسيسها في لبنان في القرن 17. الصحافة: ارتبط ظهور الصحافة بانتشار الطباعة، فأسهمت في تنوير الفكر العربي وفي احتكاكه بالتيارات الفكرية والسياسية الحديثة. وأول صحيفة كانت في الوطن العربي أصدرها محمد علي عام 1828، وكانت الوقائع المصرية. ولما اشتدت المراقبة على نشاط المفكرين في الشام، هاجر عدد كبير منهم إلى مصر والقارة الأمريكية، فأصدر المهاجرون اللبنانيون في القاهرة صحف عدة هناك، وهي الأهرام والمقطم. الترجمة: كانت الترجمة نشطة في بلاد الشام ثم مصر. تمكن العرب من الاطلاع على ثقافة النهضة الأوروبية الحديثة وعلى أفكار الثورة الفرنسية التي كانت في عام 1789، فكانت وسيلة من الوسائل المشجعة على القيام بالإصلاحات السياسية في البلاد العربية. التعليم: دخل التعليم الحديث إلى البلاد العربية بفضل محمد علي في مصر وإرسالية التبشيرية في بلاد الشام والخليج العربي. أدى تنافسها إلى إنشاء عدة من المدارس والجامعات، مثل الكلية السورية، جامعة القديس يوسف في بيروت، مدرسة الإرسالية الأمريكية في البحرين والكويت، وقامت إلى جانب ذلك عدة من المدارس الوطنية. هنا نستعرض الملامح الثقافية للنهضة العربية. وأفق الحركة التعليمية ظهور جمعيات أدبية أسهمت بدورها في إحياء التراث العربي الإسلامي على النحو التالي: جمع المخطوطات العربية من قبل مثقفين ودراستها، واستلهام الأسس الإيمان الديني والانتماء القومي العربي منها. كما كانت هناك حركة للتصدي للتتريك، وهو الحركة الطورانية الداعية لنشر اللغة التركية في البلاد العربية، وذلك بإحياء اللغة العربية وفرضها كلغة للتدريس. أيضا بروز العديد من الأدباء والمفكرين مثل ناصيف يازجي في لبنان، بطرس البستاني في لبنان، رفاعة الطهطاوي في مصر، محمد عبده في مصر، عبد الله النديم في مصر، قاسم أمين في مصر أيضا، الشيخ الطاهر الجزائري في سوريا، محمد الشكري الألوسي في العراق، خير الدين باشا في تونس. هنا نجد النشاط: ضع الأسماء الأدباء والمفكرين في الخريطة أدنى. ناصيف اليازجي، محمد عبده، خير الدين باشا، محمد شكري الألوسي. الإجابة: محمد شكري الألوسي في العراق، ناصيف اليازجي في لبنان، محمد عبده في مصر، خير الدين باشا في شمال أفريقيا. رافقت النهضة العربية ملامح سياسية، نعدد منها جمعيات أدبية أسهمت بدورها في إحياء التراث العربي الإسلامي، وهي
تيار الجامعة الإسلامية ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر يدعو المسلمين إلى الوحدة من أجل التصدي للاستعمار وقيام نهضة صحيحة تعتمد على الدين الإسلامي والعلم والتجديد. وكان رائد لهذا التيار جمال الدين الأفغاني ثم رشيد رضا. تيار الرابطة العثمانية، اعتبر بعض المفكرين العرب الدولة العثمانية تشكل امتداد للخلافة الإسلامية، ولم يفكروا بالانفصال عنها إلا بعد قيام حركة التتريك. برز هذا التيار بالشكل الواضح في مصر بزعامة مصطفى كامل. تيار القومية العربية كان يسهم في تحديث الدولة وتعزيز قدراتها لدفع الأطماع الأوروبية، ودعا أيضا إلى الانفصال عن الدولة العثمانية. وكان من رواد هذا التيار عبد الرحمن الكواكبي في سوريا ونجيب عازوري في لبنان. وهنا أعزائي الطلبة انتهت رحلتنا في النهضة العربية وما بها من إنجازات وما بها من رواد، فأتمنى لكم الاستفادة والتوفيق.